فإذا كانت الدولة رعاها الله تقوم بكل هذه الإجراءات والاحترازات والاحتياطات، فلماذا يأتي من يتهاون ويفتح بيته مشرعاً ليجمع الناس في مناسبة وفي غير مناسبة؟ وكيف يتساهل من يشعر بأعراض المرض ثم يخالط الناس من غير مبالاة ولا إحساس؟ فالأمر جد وليس بهزل، وكلنا مسؤول، فيجب العمل والتعامل بوعي ونصح، والأخذ على يد الجاهل والسفيه في تعاون من غير تهاون. هل يهون على المرء أن يرى مسجد الحرام من غير معتمرين، والكعبة المشرفة من غير طائفين، والصفا والمروة من غير ساعين، والروضة الشريفة من غير مصلين، والقبر الشريف من غير زائرين ومسلمين؟ أم يهون عليه أن تغلق الجمع والجماعات، وأن تغلق المدارس والجامعات، وتطفأ البهجة والأفراح بإقفال القاعات، وتتعطل مصالح الناس، ومن ثم تكون الخسائر الفادحة في الأموال وفي المكاسب؟ بل لقد رأيتم كيف تغلق الدول حدودها، فلا عائدون ولا مغادرون.